أهلية. الأهلي وأجاييه، الأهلي وأجاييه، الأهلي جاب عرض لأجاييه في يناير. أجاييه قال له مش لاعب، أنا مش هروح في حتة. أجاييه عايز يمشي فري وياخد عقده كله من الأهلي. الأمور بقت صعبة جدا ما بين أجاييه والأهلي، وخلاص من المستحيلات إن أجاييه هيلعب في النادي الأهلي، فلازم أجاييه يبقى عنده حسبة مختلفة. الفيفا عايز الأهلي يبعت قائمة كأس العالم للأندية. أنهي قائمة؟ قائمة من غير لعيبة المنتخب الوطني؟ قايمة من غير بدر بنون، قايمة من غير علي معلول، قايمة من غير الشناوي، من غير أيمن أشرف، من غير مين؟ من غير لعيبة كأس الأمم الأفريقية؟ بصراحة يعني الموقف ده أنا مش فاهمه، والموقف ده الحقيقة لازم يكون ليه رؤية، وأنا أعتقد إن هو ممكن في الساعات أو الأيام القليلة القادمة الأمور دي تتحل، ممكن أنا أتوقع كده. نشوف أخبار الزمالك إيه. الزمالك بيرفض الاستغناء عن الجزيري، وعنده حق، الجزيري عامل اداء رائع جدا جدا، سبحان الله. الجزيري اللي مكسر الدنيا، وبن شرقي كان ظهوره ضعيف جدا جدا جدا. الاتجاه داخل نادي الزمالك لفسخ التعاقد مع النقاص، النقاص راح لفريق اخر وعمل عقد ثلاثي ان يرجع بعد سنه يكون الزمالك قيده اتفك. انا لو مسؤول نادي الزمالك، انا لو مسؤول نادي الزمالك همشي النقاص بمنتهى الصراحة. الطريقة اللي مشي بيها النقاص، لازم يا جماعة في الزمالك أو الأهلي أدي رسالة إن اللي هيسيب ده هيخسر الجمهور، هيخسر السيتي الكبير، هيخسر الجماهيرية الكبيرة، هتخسر حاجة. تمشي كده وترجع وتمشي وترجع، أنا مع إدارة الزمالك الحالية 100